السلام عليكم. نشوف نحاول نراجع شوية الـ Object Oriented ببعض الكود في أخطاء عشان نعرف كيف ممكن الأسئلة تيجي، زائد إنه نراجع شوية في الـ Object Oriented. طيب أنا هعرض عليكم ومش هستعجل في الإجابة، لأنه حابك أنت لحالك برضو الطالب يفكر برضو انه وين الخطأ وليش في خطأ، وحوريك الإجابة يعني زي ما كنا نعمل في المحاضرة بالضبط يعني. فهنا في عندي كود، ايش في عندي خطأ في هذا الكود؟ تعال نشوف واحدة واحدة. انت بنفسك الان اتطلع. طيب هنا ما عندنا اي مشكلة، هنا كلاس اسم الكلاس برضو ما في مشكلة، عرفنا اتريبيوت ما عندنا مشكلة، هنا عرفنا كونستراكتور، في الكونستراكتور هو حياخذ مني argument عشان هيك سمينا هذا، او هياخد مني باراميتر سمينا parameterized constructor. الconstructor مع الدس هيروح يستدعي الست باور. هنا في عنا مشكلة، الدولار ساين هذه مع الدس مش مع الميثود تاعتنا، هذه الست باور المفروض تكون ميثود، هلقيت حنشوفها تحت. زين هذه واحدة، هذه عندنا مشكلة. إذن هذه حتكون ها. اثنين، نمشي private function set power status. هنا أنا عرفت private function. طبعا احنا private function غالبا ليش بنعملها؟ بنعملها ك utility function، إشي helper function، إشي يساعد. لكن هذه الفانكشن set function اللي هي set up حتدي قيمة للباور. اذا هذه فيها عندنا مشكلة وحنشوفها كمان شوية، حتمر علينا كمان شوية في نفس الكود هذا لا حفي. طيب اذا هذا واحد، هنا برضو في عندنا this power، قلنا في هنا دولار ساين المفروض تكون مع this. لاحظ ما حطناهاش مع الباور صحيح، لكن لازم تنحط وين؟ مع الدس. طيب get power هي ما حطناش لا برايفت ولا شيء، فهي باي ديفولت بدها تكون public. طيب صحيح return this، هذه الدولار ساين تكون مع الدس. هذه كتير اخطاء بيخطئوا فيها الطلاب، فهذه الدولار ساين تكون مع الدس هنا. طيب خلصت الـ get function، خلص الـ class لغاية هنا ما في عندنا مشكلة. هنا رحنا عملنا blender as a an object من مين؟ من الـ class ablance. طيب الـ blender استدعينا الست، لاحظ الست أنا قلت لك حنمر عليها تاني. هنا الست طب أنا هنا معرفها private، طب أنا هنا مستدعيها بنفعش، لأن عارفين إن الـ private ما يمكن استخدامها إلا inside the class، outside the class بقدرش. إذا الصح بدي أشيل مين؟ كلمة private هذا عشان to be a public function، ممكن تستخدم جوا وممكن تستخدم برا. طيب هنا get power ما عندنا أي مشكلة. إذا واحدة واحدة، هاي هذه أول مشكلة انحلت، ثاني مشكلة انحلت، ثالث مشكلة هذه لأن هذه برايفت هنا ما بقدر استدعيها، ورابع مشكلة هذه لازم تكون ورا. هيك صار في عنا كامل صحيح. يعني أنا حابك إنك جربهن واحدة واحدة عشان تشوف إيش الأخطاء وإيش الرونج مسجز اللي بديك إياها. طيب